أشاد رئيس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال المؤتمر السنوي 68 للوكالة الذرية السفير طلال الفصام في كلمة له أمام المؤتمر بالدور الريادي الذي تطلع به الوكالة الذرية، وخاصة في مجالات منع انتشار الأسلحة النووية وتسخير الذرة للأغراض السلمية. وأكد الفصام في كلمته التزام دولة الكويت بدعم الدور الحيوي للوكالة. بحضور وزراء ومسؤولين كبار من 170 دولة من مختلف أنحاء العالم، تشارك دولة الكويت في أعمال المؤتمر السنوي 68 للوكالة الذرية. رئيس الوفد الكويتي السفير طلال الفصام أشاد في كلمة له أمام المؤتمر بالدور الريادي الذي تطلع به الوكالة الذرية، وخاصة في مجالات منع انتشار الأسلحة النووية وتسخير الذرة للأغراض السلمية، مؤكدا التزام دولة الكويت بدعم الدور الحيوي للوكالة. 60 عاما من التعاون المثالي المصحوب بإنجازات متميزة عبر الاستخدام المسؤول للتقنيات النووية والنظيرية، والتي ساهمت في تاريخ التطور العلمي والتكنولوجي لدولتنا الكويت. كما حرصت دولة الكويت عبر السنوات الستين الماضية على دعم دور الوكالة والمساهمة في مبادراتها، والتي نذكر من بينها على سبيل المثال المساهمة في المراحل الثلاث لبرامج تحديث مختبرات الوكالة في سايبرسدورف، وفي صندوق مبادرة الاستخدامات السلمية، وفي إنشاء مصرف الوقود النووي، بالإضافة إلى مشاركة معهد الكويت للأبحاث العلمية مع الوكالة. السفير الفصام، وبعد أن استعرض في كلمته عضوية بلاده في الوكالة من انضمامها قبل 60 عاما وحرصها الدؤوب على دعم أنشطة ومشاريع الوكالة، تطرق في كلمته أيضا إلى عدد من قضايا منع الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط وسبل جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية، مطالبا في هذا الصدد بضرورة إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية للرقابة الدولية، مذكرا بأن إسرائيل لا تزال ترفض إخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وترفض أيضا أي مبادرات أو حتى اتخاذ خطوات جدية في هذا المسار. نلاحظ التزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة، ما عدا إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، التي لا تزال ترفض إخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفضها أيضا لأي مبادرات أو حتى اتخاذ خطوات جدية في هذا المسار، وذلك لتمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط أو في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. من داخل مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، عبد الرحمن شوشاري، قناة الأخبار.